يا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وحلوه ان شاء الله من مطبخ الحياه. النهارده الحلقه بتاعتنا صيامي نباتي. اولا الصيام للاخوه المسيحيين، انا عارفه انهم قربوا خلاص يفطروا، بس الواحد بيجي على اخر الصيام بيبقى زهق مش عارف ياكل ايه، فقلت كده على اخر كام يوم اديكوا افكار جديده. بلس ان في ناس كتير نباتيين ما بياكلوش اي لحوم او اسماك، فقلت ايه نعمل النهارده الحلقه كلها نباتيه. خلاص اول حاجه هعملها جلاش بالمشروم. مقاديري ايه؟ لفه جلاش، مشروم شرايح، بصل، فلفل اخضر، فلفل حراق، زعتر، ربع كوبايه زيت، نص كوبايه بقى يا اما لبن صويا يا اما لبن لوز لو انت بتحبي طعمه، او معلقتين كريمر بتاع القهوه اللي هو الموبايل القهوه في نص كوبايه ميه. يعني الاوبشن اللي انتوا عايزينه ممكن تستعملوه. هاجي اول حاجه الصينيه بتاعتي هدهنها كويس جدا بزيت علشان الجلاش ما يلزقش فيها، اصل لو لزق هيتشد ويتفتفت وباظ. لازم ادهن الصينيه كويس كده، وبعد كده هجيب الجلاش بتاعي. ممكن تحطي توم في الوصفه دي لو عايزه، يعني لو عايزه توم مع البصل والخضار شغال. ادي الفلفل والبصل، خدوا بالكم انا مش عايزاهم يتحمروا، انا عايزاهم بس يترو يروح منهم طعم انهم نيين. المشروم طبعا مادام هشوحه مش هغسله، احنا اتفقنا قبل كده ان المشروم لو هيتشوح هحط بس الفلفل الحراق، لو هيتشوح بيتغسل بفوطه مطبخ علشان الرمل لو في عليه رمل، لان المشروم لما اجي اقلبه عشان اشوحه هيبخ ميته، هو عامل زي الاسفنجه فهيشرب ميه من الغسيل. لكن لو انا هحطه في سائل، يعني هحطه في اكل مش محتاجه ان هو يتشوح، خلاص اغسليه عادي مش مشكله. او بقى لو هو حسيتي ان هو مش نظيف خالص طبعا لازم يتغسل، وسيبيه بقى شويه ايه ينشف. اهو طري، هحط عليه المشروم هحط ملح وهحط فلفل اسود وهحط زعتر او اوريجانو الموجود عندك، كلها من انواع الزعتر، وفي زعتر الدقه كمان اللي هو بيبقى فيه سمسم وسماء، ده احنا عملنا قبل كده الدقه بتاعه الزعتر. ريحه الخضار بقى مع التوابل فظيعه. نقلبه لغايه لما ايه نجهز الجلاش. طبعا انت لغايه اخر لحظه بتكوني لفاه عشان بينشف بسرعه ويتكسر بسرعه. ادي هاجي خلي ورق زي النص، هاخد ثلاث ورقات وادهن بينهم زيت. بعد كده حتني ده علشان الدايره. بصي كده عشان ياخد شكل الصينيه. خلاص هاجي للثلاث ورقات التانيه وبالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يعني الاربعه دول، يعني بصي الكورنر يبقى في الحته دي اللي ما فيهاش جلاش، هروح حطها اهو كده. دي بقى
بعد ما ادهن. انا عارفه ان في ناس بتدهن بين كل ورقه والتانيه، وفي ناس بتدهن ورقتين، بس هو كل ثلاث ورقات كفايه، مش محتاج اكتر من كده. وادي هحط الاثنين، دي متطبقه ورقه متطبقه اثنين، وبعد الاثنين متطبقه اثنين، علشان بس يبقى ايه سمك الجلاش مستوي في كل الصينيه. هجيب بقى الخضار بتاعي، هنا اهو ريحه الزعتر فظيعه. مش مهم يكون بارد، ليه؟ انا مش هشيل ولا حرك الجلاش، انا هعمله صينيه وفي صينيته هدخله الفرن. فممكن تبقى الخضار او الحشوه سخنه، مش مشكله، مش هيحصل له حاجه، يعني مش هيتقطع. كده الجلاش يبقى واصل لاخر الصينيه. بعد كده هاجي واتيفر انا استعملت ايه بقى، استعملت لبن صويا، استعملت كريمر وميه، اللي انت عايزاه. ممكن تعمليه تكملي الصينيه عادي، وممكن تعمليها زي ما انا هعملها دلوقتي، هنوريكوا الاثنين. يعني ادي النص كوبايه او كوبايه وربع زيت، تقلبيهم كده، وبعدين هاجي احط شويه بسيطه من السائل على الجلاش، يعني نقول معلقتين ثلاثة. هاجي هنا بقى للجلاش بتاعي، هعمل ايه؟ همسك واحدة اكرمشها كده، واروح حطها على الوش. بعد كده واحدة تانية، ويتكرمش كده ويتحط على الوش، عشان في الاخر لما تشيليه بيبقى شكله حلو قوي. انا عارفه كمان ان في ناس ما بتحبش السائل مع الزيت في كرمشه الجلاش، بس انا مش عايزاه يبقى ناشف كده ومقرمش، لا انا عايزاه اكل صينيه جلاش بس بشكل مختلف. وادي اخر ورقتين. انا معلش بطيئه شويه علشان الجوانتي اللي انا لابساه مش واخده، يعني في البيت بصراحه ما بلبسوش خلاص. ف اهو اوكي، شايفين انكشه كده، اخليه منكوش، وبعدين بايدي كده وبدخله الفرن. بصوا بقى انا عامله الطبقه التحتانيه يا دوبك على قد عرض الصينيه، مش رافعه الجوانب بتاعتها، ومخليه الخضار باين، شايفين؟ عشان يبقى شكلها حلو لما تطلع، واشيلها احطها في طبق اهو. يعني حاولي تطلعي الخضار كده شوية، هيبقى شكلها أحلى بكتير، يعني كبريزنتيشن كده قدام عيلتك، حاجة حلوة وسهلة. عايزة تعملي العادية، هتكملي الورق الجلاش بنفس الطريقة اللي ابتدينا بيها، وبعد كده هو هتحطي الكريمر على الزيت و تسقيها بيه، وبعد كده تدخليها الفرن زي ما هدخلها كده. بسم الله. هروح بقى دلوقتي الفاصل، وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.